اهلا، مساء النور يا استاذ عمر. اهلا بحضرتك استاذ شكرا. ارمين. دكتور ارمين، يعني ما تزال مصر هي وجهة مفضلة للسياحة الارمنية. الحوادث اللي حصلت واخرها الحادث الارهابي اللي حصل في الغردقة لم تبدل قناعات وزارة السياحة الارمنية والحكومة الارمنية، ليه؟ ولا وزارة الخارجية، يعني في بيان من وزارة الخارجية كمان بأن ما فيش أي تحذيرات للسياح الأرمن بزيارة مصر وزيارة المنتجعات المصرية، لأنها من أحسن وأأمن المنتجعات اللي موجودة بصراحة. يعني يعني لم تؤثر الحوادث الأخيرة على يعني وجهة النظر الأرمنية. لا، لأن قبل كده كمان رئيس أرمينيا سيرج ساركيسيان ورئيس الوزراء في أحداث الإرهاب الأخيرة اللي حصلت في الكنيسة وفي العريش والحتت دي، فلما أعلنوا بأنهم بجانب مصر والحكومة المصرية وبيدعموهم ضد الإرهاب، فإحنا أرمينيا دولة وحكومة بتدعم مصر وبتنشط السياحة فيها لغاية النهاردة. طب قول لي يا دكتور ارمين، يعني ارمينيا هي بلد صغيره، بلد جميله، وعدد سكانها مش كتير، ومع ذلك اعتقد، مش عارف صحح لي لو كنت انا غلطان، دلوقتي في خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ويريفان العاصمه الارمينيه. بالظبط، يا ارمينيا ميزتها انها دوله سياحيه لكنها لا تطل على بحار، يعني ما فيش منتجعات سياحيه على بحر، فالارمن عموما بيتجهوا للخارج لاوروبا او للدول العربيه علشان يقدروا يستمتعوا بالبحر والحتت دي، فمصر منها يعني. ف وما كانش في زمان خط طيران مباشر، هو شارتر طبعا مش كده؟ احنا الخط لا ما كانش فيه، هو كان معظم السياح الارمن بيسافروا لجورجيا، ومن جورجيا الطيران كانوا بيجوا على الغردقه وشرم الشيخ، فالحكومه الارمنيه لاحظت ان معظم السياح اللي بتيجي بتروح عن طريق جورجيا، ففضلت ان يبقى في خط طيران مباشر على طول على الغردقه وشرم الشيخ، والحكومتين سهلوا للسياح الارمن الفيز، بقوا بياخدوا الفيز عند الدخول، يعني عند دخول المنتجع شرم الشيخ او الغردقه، فدي سهلت الامور جدا. الحكومة المصرية يعني. بالظبط. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أرمين مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية في مصر، وطبعا بنرحب